ولمزيد من الحديث والنقاش عن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في العراق من تداعيات فيروس كورونا وأثر ذلك على الحالة المعيشية للمواطن العراقي بعد فقدان نسبة كبيرة لوظائفهم، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا بك دكتورة. أكثر من 100 وفاة وأكثر من 2300 إصابة جديدة خلال فقط الساعات الـ24 الماضية في العراق بسبب كورونا، كيف تؤثر الإصابات والوفيات على الدخل العام في العراق وخاصة موضوع الجائحة الآن التي تستمر منذ شهور حتى الآن؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ يونس وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني كما ذكرتم أيضا في تقريركم، يعني إحنا عدد سكان العراق يبلغ 40 مليون نسمة فيما فيهم كردستان، وبالتالي تشكل أدنى الهيكلية حتى نعرف كيف تتأثر طبقات المجتمع العراقي من أثر الجائحة ومن مجموع العوامل الاقتصادية التي نمر بها في الوقت الحاضر. كما أشرت أن العراق حوالي بين السنين 25 إلى 45 يشكلون 34% كنسبة، هذا من جهة. من جهة أخرى هؤلاء الذين يشكلون 34% كنسبة من هيكلية المجتمع طبعا أكيد تأثروا بحالة الجائحة. كيف؟ يعني هؤلاء قسم منهم كثير يعملون بأجر يومي، وقسم الآخر يعملون في القطاع الخاص، والقطاع العام أيضا لدينا موظفين يعني تأثروا بشكل أو بآخر. مجموع العمال في العراق هو حوالي 6 ملايين شخص أو فرد يعمل، مقسمة بالشكل التالي، يعني منها 3.5 مليون في القطاع الخاص. إذا احنا هنا أمام شيء، يعني 6 ملايين في القطاع العام و3.5 مليون في القطاع الخاص، مجموع لا. تقريبا 10 ملايين. هؤلاء يعملون كما قلت في القطاع العام لن يتأثروا كثيرا، ولكن في القطاع الخاص هؤلاء 3.5 مليون فرد الذي يعمل في هذا القطاع 22% منهم أوقفوا عن العمل أو تم قطع رواتب نسبة كبيرة من رواتبهم في مجالات أخرى. هذا بالنسبة في القطاع الخاص. كذلك يشار إلى أنه 57% من الشركات الصغيرة انخفضت عائداتها نحو 75%، وبالتالي انخفاض عائدات 75% هو هذا الذي أدى إلى تخفيض رواتب هؤلاء. نعم. بالمقابل هنالك 5 موظفين معرضين للخطر من كل يمكن نقول 10، وبالتالي نصف عدد الموجود هو نعم. سيتأثر. يعني دكتورة كل هذه المعطيات كلها دفعت وزير العمل العراقي للقول أو التصريح بأن الفقر، نسبة الفقر قفزت من 22% إلى 34% من مجموع السكان. نعم صحيح. ليتك تضعيننا في يعني صورة الأسباب التي أدت إلى وصول نسبة الفقر إلى هذه النسبة المرتفعة. نعم، قد تكون أيضا ليست فقط 34%، في الحقيقة هناك بعض المصادر تشير إلى 40%، وهنالك الجزء الجنوبي من العراق قد تصل أيضا إلى أكثر من ذلك، قد تصل إلى 50% وأكثر من 50%، ولكن نحن نتكلم عن معدل من شمال إلى جنوب العراق هو حوالي مثل ما ذكرتم يعني حضرتك بأنه 34% أو إلى حد 40. يعني هنالك بالشكل التالي، هنالك عاملون بأجر يومي، هؤلاء العاملون بالأجر اليومي أنت لا تستطيع أن تعمل على إحصائهم، وخاصة في العراق وهم يعملون في منظومة أو بما نسميه نحن في الاقتصاد الاقتصاد الموازي، هو اقتصاد يعمل جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي، ولكن هذا الاقتصاد لا يحسب يعني كناتج، احنا في الحقيقة لا يمكن حسابه في الناتج المحلي الإجمالي. كمثل على سبيل المثال السباك لا تستطيع أن تحسب إنتاجه، ولكن هو من خلال عمله يحقق لنفسه دخل، وهذا الدخل يستطيع أن يعتاش عليه، وبالتالي يستطيع أن يتبضع ويخلق دخولا أخرى لمجالات أخرى في الأسواق. وهكذا هؤلاء كلهم تركوا العمل بسبب يعني الالتزامات التي كانت في زمن الجائحة، هو الحظر وإلى آخره.
لا توجد قواعد بيانات، ارجع واذكر لا توجد قواعد بيانات لهؤلاء، وبالتالي الحكومه لا تستطيع ان تعمل على دعم هؤلاء، وهؤلاء يشكلون نسبه طيب كبيره. دكتوره هدى، في ضوء هذه الاحصائيات التي يتكلم عنها او يصرح بها وزير العمل والحكومه، ماذا قدمت الحكومه من حلول لاجل تقليل نسبه الفقر او مساعده الناس ولا سيما في ازمه كورونا؟ نعم صحيح، نعم صحيح، اشكرك على السؤال. يعني ايضا نرجع نقول قانون الضمان الاجتماعي، كان يجب ان يكون هنالك قانون ضمان اجتماعي منظم حتى هؤلاء الذين يعني فقدوا وظائفهم او هم الذين يعملون باجر يومي، تستطيع ان تكون هنالك قاعده بيانات وبالتالي ان تضمنهم في قانون الضمان الاجتماعي. الذي حدث، نحن لدينا قانون ضمان اجتماعي تمت صياغته خلينا نقول حديثا في السنوات الاخيره، ولكن لم يقر من قبل البرلمان منذ عام 2016. هذا كان سبب مشكلة أنه هؤلاء لا يستطيعوا أن يعملوا على تسجيل أنفسهم، وبالتالي تستطيع الدولة أن تخسر أسماءهم وأعدادهم حتى تستطيع أن تعمل على تقديم المساعدات لهم، وبالتالي من هنا ازداد الفقر، ومن هنا كانت هذه النتيجة اللي هي نشير عليها بين 34 إلى 40% زيادة في الفقر في العراق بعد الجائحة. نعم. شكرا لك يا الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.